إنه الإنسان دون التمييز بين لونه أو دينه أو عرقه أو حتى اللغة التي يتحدث بها، نهج سارت عليه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لتقدم للعالم أجمع أفضل نموذج يقتدى به في نيل الحريات، علاوة على الدور البارز للمشاركة النسائية في كل ميادين الحياة. هذا ما أكدته رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية نادين ماينز. نادين ماينز اعتبرت أن التعددية وإعطاء فرص المشاركة لجميع المواطنين دون تمييز بين لون أو عرق هي الضامن لمستقبل آمن ومستقر في سوريا، مشيرة إلى أن مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خير مثال على ذلك. رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية وفي مقال نشره موقع ناشيونال إنتريست الأمريكي أشارت إلى أن جميع المكونات بشمال وشرق سوريا تمارس شعائرها الدينية دون وجود أي معوقات، وذلك رغم التهديدات من قبل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية وخلايا تنظيم داعش الإرهابي. كما أشادت ماينز بنهج الإدارة الذاتية من خلال إتاحة الفرص لجميع المواطنين للمشاركة في كل مجالات الحياة بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، لافتة إلى الدور البارز للنساء في كل الميادين. وطالبت نادين ماينز الإدارة الأمريكية بإدراج مجلس سوريا الديمقراطية في جميع الأنشطة لحل الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما في ذلك محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، مؤكدة أن تجربة الإدارة الذاتية هي الوحيدة الناجحة في سوريا. رئيسة المفوضية الأمريكية للحريات الدينية تطرقت في مقالها إلى المناطق التي تحتلها تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها، حيث أكدت أن مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين تشهد بشكل يومي انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، داعية للإدارة الأمريكية للضغط على النظام التركي لإنهاء احتلاله للأراضي السورية.